تظاهر العشرات من أصحاب المحطات الأهلية لتعبئة الوقود في كركوك أمام مبنى المحافظة احتجاجا على قرار غلق محطاتهم من قبل الحكومة المحلية. عدد من أصحاب المحطات والعمال طالبوا عبر الرشيد الحكومة المحلية بالعدول عن قرارها الذي يهدد قوت يومهم، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى الاعتصام في حال استمرارها. احنا كنا أصحاب عوائل اللي يشتغل بالمحطات، أنا نفسيا خريج بكالوريوس، ماكو تعيين، دا أشتغل بمحطة أهلية على يومية، أنت تطلع قرار فجأة تسد المحطات، العمال يقولوا لهم روحوا على البيت، وين نطي وجهنا؟ إحنا كلنا رزقنا يعني أقل محطة بها 10 إلى 12 عامل، أنت احسب 57 محطة راح معزلينه، كل واحد إذا على 10 عمال كم عامل يطلع؟ يابا إذا خلل بالدائرة، خلل مو من عندي، خلل من عندكم، أنتم المسؤولين، أنتم مسؤولين دائرة، أكو دائرة إيش كبرى إيش عرضة قد الوزارة، حاسبوا شوفوا خلل وين، ما يخالف 2019 ليش خليته هسه؟ أنا 100 دائرة موافق عليها نطلعها أصولاً، هسه كركوك أكو محطات مفتحة بتوقيع شخص واحد. أنا ما بقى دائرة بغداد ما أخذت موافقات ماله إلا طلعت البنزخانة. فرضت علينا غرامات مالية مفروضة من 2019 لم نبلغ بها إلى 22، يعني إحنا كانت غرامات تصدر من الدائرة بال 19 بال 20 بال 18 ندفعها، وعندنا وصولات مليون مليونين تجي غرامة، بس هاي الغرامة بلغونا بها بال 22، من تبلغنا بها تفاجئنا بأسعار ما يقبلها، يعني حتى الله سبحانه وتعالى ما يقبلها، يعني اقل محطه 200 300 500 مليار. فاحنا نطالب دوله رئيس الوزراء وزير النفط بتشكيل لجنه واعاده النظر وتدقيق الغرامات.